حينما أسندت استضافة مونديال 78 إلى الأرجنتين واعتمد شعار البطولة في عام 74 المستوحى من تحية الرئيس السابق إخوان بيرون للشعب الأرجنتيني. وحينما حدث الانقلاب العسكري عام 76 حاولوا تغيير الشعار إلا أن ذلك لم يعد ممكنا لأن التصميم تم تسويقه وقد يعرض الدولة إلى الكثير من الدعاوى القضائية. في 14 من يناير أقيمت قرعة كأس العالم 1978 بمركز سان مارتن الثقافي في بوينس آيرس، وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة بعد تصفيات تجاوزت لأول مرة 100 منتخب. تم استعراض مجرياتها في الفيديو السابق إلى 4 مستويات. كان في الأول الأرجنتين المستضيف وألمانيا الغربية حامل اللقب ووصيفه هولندا وأخيرا البرازيل. وقد حدث خلاف قبل إجراء هذه القرعة حول من يتم وضعه في المستوى الأول بين هولندا وإيطاليا، وتم ترجيح كفة هولندا ليتم ترقيم الفرق بالأرقام التالية: المستضيف الأرجنتين رقم 1، وألمانيا حامل اللقب رقم 6، والبرازيل رقم 12، وهولندا رقم 13، وأخيرا تم تخصيص رقم 4 لإيطاليا لتصبح مع الأرجنتين في مجموعة واحدة. بعد ذلك تم سحب بقية فرق المستوى الثاني بين بولندا واسكتلندا وأسبانيا. ثم بعد ذلك تم توزيع المكسيك والبيرو على المجموعات التي ترأسها فرقا أوروبية. ثم بقية المستوى الثالث منتخبي السويد وهنغاريا. وأخيرا المستوى الرابع والذي يضم فرنسا والنمسا وتونس وإيران. ولأول مرة سيكون لرؤساء المجموعات مقرات ثابتة، حيث ستلعب الأرجنتين على ملعب المونيمنتال في العاصمة بوينس آيرس، وإيطاليا ستلعب على ملعب خوسيه ماريا في مدينة مار ديل بلاتا باستثناء مواجهتها مع الأرجنتين، وكذلك البرازيل ستكون مبارياتها على هذا الملعب، وألمانيا الغربية باستثناء الافتتاح التي ستلعبها على المونيمنتال ستلعب بقية مبارياتها في كوردوبا وتحديدا على ملعب شاتياو كاريروس. أما منتخب هولندا ستكون مبارياته في مدينة مندوزا على ملعب المدينة، وهناك أيضا ملعب خيغانتي دو الرويتو في روزاريو والذي يستضيف بعض مواجهات المجموعة الثانية، وملعب خوسي أمال فيتاني في العاصمة بوينس آيرس والذي ستجري عليه بقية مواجهات المجموعة الثالثة. ومن بعد هذا اليوم سيبدأ العد التنازلي للبطولة. خلال هذه الفترة بدأت الفرق بالاستعداد للبطولة، وكان هذا الأمر متفاوتا ما بين النتائج وقوة المواجهات. البلد المنظم لعب 7 مواجهات خلال 3 أشهر ما بين مارس حتى مايو، كسبها باستثناء خسارة واحدة، وكانت قائمة المدرب لويس مينوتي قد خلت من الموهبة صاحب 17 سنة دييغو مارادونا، وكان جميعهم يلعبون بالدوري الأرجنتيني باستثناء ماريو كيمبس الذي يلعب في صفوف فالنسيا الأسباني. وأبرز الأسماء التي تواجدت في هذه القائمة مع ماريو كيمبس القائد باساريلا ولوكي وبرتوني والحارس فيول وغاييغو وأوزيمان وأرديلس. منتخب البرازيل خاض مواجهة ودية فنيا كانت أقوى من الأرجنتين، حيث واجه فيها فرنسا وألمانيا الغربية وإنجلترا وبيرو وتشيكوسلوفاكيا.
وكان على رأس القائمة القائد المخضرم ريفلينو، بالإضافة إلى الحارس لياو وأوسكار وسيريزو وزيكو ونينينيو وريبرتو ديناميت وديرسيو. حامل اللقب المنتخب الألماني جاء وهو يفتقد لقائده بيكنباور بعد اعتزاله دوليا، وبعد أن لعب 4 مواجهات ودية كانت نتائجها متفاوتة. وكان على رأس القائمة القائد بيرتي فوكس والحارس المخضرم سيب ماير واللاعب الشاب كارل هاينز رومانيغي. وصيف النسخة السابقة المنتخب الهولندي يفتقد لقائده يوهان كرويف الذي اعتزل دوليا. And I can't do it again because it took me more or less a year to get over it. Really? Yeah. بالإضافة إلى هانجيم الذي ظهر في التلفزيون الهولندي باكيا بعد أن قرر الانسحاب بسبب عدم ضمانه التواجد في التشكيلة الأساسية. وخاض الفريق 3 مباريات ودية كسبها جميعا، على رأس القائمة القائد رود كرول بالإضافة إلى ريزنبرينك وفيميانسن وآريان وجوني ريب ونيسكنز. المنتخب الهولندي جاء بنجومه الذين حققوا المركز الثالث في النسخة الماضية، في مقدمتهم القائد دينا والهداف لاتو، بالإضافة إلى شرماخ والحارس توموشيفسكي والوجه الجديد اللاعب الشاب بونيك. ومواجهاته التحضيرية لم تكن بتلك القوة أمام فرق أقل منه فنيا. منتخب إيطاليا استعد بثلاث مواجهات لم يكسب فيها منتخبات إسبانيا وفرنسا ويوغوسلافيا، وهو الذي يسعى لاستعادة مكانته بعد مشاركته الكارثية في النسخة السابقة والتي خرج من دورها الأول. وكان في مقدمة القائمة الحارس القائد دينوزوف، بالإضافة إلى أبرز الأسماء غراتسياني وزاكاريلي وأنتونيوني وترديلي والهداف روبرتو بيتيغا. فرنسا بقيادة مدربها ميشيل هيدالغو تهدف إلى الاستفادة من هذه البطولة لصنع فريق منافس في السنوات القادمة. أبرز الأسماء في القائمة القائد ماريو ستريسور وميشيل بلاتيني وهنري ميشيل ودومينيك روشتو. وأسبانيا أيضا التي تشارك بعد غياب 12 عاما كانت في قمة جاهزيتها، حيث استطاعت أيضا من الفوز في أغلب مواجهاتها الودية. النمسا العائدة بعد 20 عاما يتقدم قائمتها الكابتن روبرت سارا والمهاجم هانز كرانكل والنجم الشاب فالتر شاشنر. البيرو تريد تكرار مشاركتها قبل 8 سنوات حينما وصلت إلى ربع النهائي، ومن أبرز الأسماء التي ستتواجد في البطولة القائد هيكتور تشومبيتاس وتيوفيلو كوبياس. المنتخب الاسكتلندي الذي لم يخسر في النسخة السابقة رغم خروجه من الدور الأول بسابقة في تاريخ المونديال، يريد هذه المرة أن يكسر نحس الدور الأول ويصعد للمرحلة التالية. ولإنجاز هذه المهمة تم اختيار 22 لاعب على رأسهم القائد بروس ريوش وأرتشي جيمل والمهاجمين كيني دالغليش وجوري جوردون. لكن ما حدث في بطولة الأمم الأربع البريطانية أدخل الشكوك لدى الاسكتلنديين في منتخبهم، ومما زاد الأمور سوءا إصابة المدافع جوردن ماكوين ليغيب عن المونديال. منتخب السويد في مشاركته السابعة يأمل أن يعيد ذكريات نسخة 1958 حينما خسر النهائي، يتقدمهم القائد بيورن نوردكفيست مع المهاجم رالف إيدستروم. المكسيك منذ مشاركتها الأخيرة في المونديال الذي استضافت وحققت فيه أفضل نتيجة حينما وصلت إلى ربع النهائي، تحاول هذه المرة أن تصل إلى نفس الدور على الأقل. أبرز الأسماء قائد الفريق أرتورو أيالا، وهناك اسم جديد هو الشاب هوغو سانشيز. المنتخب الهنغاري والذي لم يشارك منذ نسخة 66 يستند على نتائج الماضي، يحاول هذا الجيل الجديد الذي يتقدمه القائد زولتان كيريكي إلى تكرار ذلك. تونس في مشاركتها الأولى استعدت بشكل جيد بعد أن لعبت مباراة ودية مع هولندا وفرنسا للتعود على أسلوب فرق مجموعتها ألمانيا الغربية وبولندا. من أبرز الأسماء القائد تميم الحزامي والحارس عتوبة ولاعب الوسط طارق ذياب.
الضيف الجديد الآخر المنتخب الإيراني لعب مع ويلز تحضيرا لاسكتلندا ومواجهة أوروبية أخرى استعدادا لهولندا، بالإضافة إلى مواجهة بطل أفريقيا منتخب غانا. وأبرز الأسماء القائد علي بارفين والمهاجم حسن روشن. في أبريل 1970 صرح رئيس الفيفا السابق الإنجليزي ستانلي روس بأن الوقت قد حان لزيادة عدد الفرق إلى 24 منتخب في كأس العالم دون تحديد النسخة التي ستكون فيها الزيادة، وعادت الفكرة مجددا في عهد الرئيس الحالي هافي لانج، يتم إقرارها في المونديال القادم في إسبانيا 1982 قبل انطلاق منافسات كأس العالم في الأرجنتين 1978. وهذا القرار أخذ صدى ما بين موافق ومعارض. واصلت أديداس إنتاج الكرة الرسمية للمونديال، وهذه المرة بشكل مختلف عن النسختين السابقتين، وكانت باسم التانجو. من هي الفرق المرشحة لتحقيق اللقب ومن هم النجوم المتوقع تألقهم؟ Kevin, what yardstick did you use in picking these six players to watch in the World Cup? Well, I've tended to pick the players who I've played against over the last two years, either with England or with my club Hamburg, and I feel that the best way to judge a player as a professional is when you play against him, not what you hear about him, not what you read about him, but when you actually played against him, you know what the player's capable of doing. Right, let's go through the list then. First of all is Franco Causio of Juventus in Italy. You played twice against him, of course, in the World Cup for England-Italy. Yeah, I played twice against him. I also met him socially last week. And where was that? In Lugano in Italy, in Switzerland. And I find that he's so unlike the other Italian players in that he's a pure footballer. He doesn't have the hardness. He has more the skill factor and less of the hardness, and that's what I really like about him. Is there any one player that you, as you watch from your television set here in Spain, there's one player that you're particularly looking forward to seeing? Yeah, I've heard a lot about a few players. One is the Brazilian player, Zico. The other one is Dalglish. Dalglish of Scotland. Dalglish. The second player you've chosen, Kevin, is Kenny Dalglish of Liverpool and Scotland. I think he's a great player. And in some ways, I regret not having had the chance to play with him at Liverpool. But he's done a great job. He scores goals. He makes goals. And he's a world-class player, no doubt about that. The next fellow you know very well, Sepp Maier of Bayern Munich and West Germany. He's a real character. One of the real characters in football. And the day he comes out between the sticks and leaves football, it'll be a very sad day for football. Mm. The next player you've chosen is one maybe that's not that well known. Michel Platini of Nancy and France. And yet you've first-hand experience of Platini as well, haven't you? Unfortunately, yes. He scored a hat-trick against my club Hamburg in Parc des Princes in February. A great player. I think if I had to pick one out of all the players in the World Cup who's going to come on through it, I think it's Platini, providing France go a long way. Yeah. He's a great player. Robbie Rensenbrink of Anderlecht, the Belgian club, and Holland is another player who's given you a bit of trouble this season. Yes, unfortunately, there seems to be so many of them around, but yeah, he scored the goal in the 1-1 draw at our stadium, the 1-0 win they had in our stadium in the Cup Winners' Cup, and he caused a lot of problems. He's a guy who got the ability to make good players look almost stupid at times. You've also played this season against Zico of Flamengo, the Rio club, and Brazil, who is your last choice in your six to follow in the World Cup. Yeah, I've played against him, and also saw him play against West Germany in Hamburg. A great player, and obviously, the further Brazil go, the more dangerous this guy's going to be, because he's got everything. 1-2, shoot, finishing. He's deadly. Great player. Where are the super teams, do you think, in this World Cup? Which are the three or four teams that you think, watch out for them, because they could win it? Argentina, because they're playing their home games. And I know in their home games, the public, they are crazy. They will help them a lot. Will that put pressure on them, though, at the same time, do you think? I don't think so. They're used to this pressure, and this public there is different as any country we know. And the other one must be Brazil, because of their results here in Europe, because the way of playing, they play quite slowly game, and if they score one goal, it's very hard to score another one, very hard. They've got now a mixture of football, which says they're technical, they're good, always. That's why I think they must get quite far. And then you've got to get the Europe side. Right. If I got to choose two, I would choose Germany. And not because they've got a great team or they've got a great result, because results are bad. But the German mentality is, I don't know, nearly every game
in the last 5 minutes they score a goal, because they've got something in their mentality which I think not even any other country, they haven't got it. That's why I think they're still in the tournament, especially in the tournament, they're very dangerous. Holland, I think they've got a great team, because it's more or less the same team as Germany. That's crazy to anybody. Without me, without Van Hanegem now. Very strong, I think the strongest part of the team. So I think they, as a team, they are very strong and will be very big, very difficult to beat them. And they can score a goal any moment, a team. Not individual players, but as a team. Are you convincing yourself that Holland could win the World Cup? I hope so. أما المدرب براين كلوب أبدى وجهة نظره بخصوص الفريق البريطاني الوحيد منتخب اسكتلندا وحظوظه في البطولة. I think if we get over the first hurdle, then anything can happen. But I don't want anybody stupid enough to underestimate Peru and Iran and teams like that. كانت هناك دعوات من بعض الدول والجهات في أوروبا لمقاطعة البطولة بخصوص قضايا حقوق الإنسان في الأرجنتين. إلى أن حينما حانت صافرة البداية كان الجميع حاضرا بكامل عتاده. والانطلاقة كانت في الأول من شهر يونيو. والافتتاح على ملعب المونيمنتال في العاصمة بوينس آيرس بين حامل لقب ألمانيا الغربية وبولندا. وهو التقليد الذي ظهر في النسخة السابقة بأن حامل اللقب هو من يفتتح البطولة. كلفت البطولة الحكومة الأرجنتينية 700 مليون دولار، من ضمنها بناء 3 ملاعب جديدة وبناء 5 مراكز صحفية ونظام اتصالات جديد كلف 100 مليون دولار وتحسينات على نظام النقل. افتتاحية اليوم الثاني كانت في مار ديل بلاتا إيطاليا في مواجهة فرنسا، وهي الأولى بين الفريقين في المونديال منذ 40 عاما، ولم يكن على الجمهور الانتظار كثيرا حتى جاء هدف فرنسا في 32 ليصبح أسرع هدف في تاريخ المونديال. Ed el gol, ha segnato Rossi.
وكان بيرزوت قد استعان بباولو روسي في الهجوم على حساب غراتسياني بسبب عدم جاهزيته، ونجح المهاجم الشاب في مهمته بتسجيله هدف، وأعطى هذا الانتصار أملا كبير، وأصبح الإيطاليين متفائلين بأن منتخبهم هذه المرة سيكون مختلف عن النسخة السابقة. في حراسة المرمى دفع شتالي بالحارس مختار نايلي بدلا من أتوغا بسبب أداء الأخير في مواجهة هولندا الودية التي خسرتها تونس 4-0. تونس تدخل التاريخ بأول انتصار لمنتخب أفريقي في تاريخ المونديال، والمواجهة الأخيرة لهذا اليوم هي الاختبار الأول للبلد المنظم بقيادة مينوتي. المواجهة الأولى في العاصمة بوينس آيرس على ملعب أمالفيتاني بين العائدين إسبانيا بعد 12 سنة والنمسا بعد 20 سنة.
شاشنر. شاشنر بتخطى المدافع تدخل. يا سلام من شاشنر، هذا مثل كلاسيكي. بنفس المجموعة البرازيل تواجه السويد في مار دي بلاتا. القرار الغريب من الحكم الويلزي كلايف توماس أثار غضب البرازيليين وحرمهم من هدف يجلب لهم نقاط المباراة. مساء في مندوزا الخطوة الأولى لوصيف النسخة السابقة منتخب هولندا، الجميع في انتظار مشاهدة الفريق بدون قائده يوهان كرويف، الخصم الضيف الجديد على البطولة المنتخب الإيراني والذي يسعى لتحقيق المفاجأة في هذه المباراة. Up as well for any Anacaka from Shawley. That was a penalty. Well, there's the answer. It's 1-0 to Holland. For any Anacaka. The poor man, Reiner. We're far over. واختص وهو جول. الجول الثاني برافو، حلوة حلوة حلوة. Which side will it be? Well, there's no doubt who won the battle. It's Robbie Redford.
المواجهة الأخيرة هذا اليوم وفي الجولة الأولى في مدينة كوردوبا، اسكتلندا في مهمة فك عقدة الدور الأول والبداية أمام البيرو. كوبياس كوبياس بده يشوت، يا سلام، جول من كوبياس. هاي الجول الثالث مونيانتي. المصائب لا تأتي فرادى بعد صدمة الخسارة، كانت صدمة سقوط المهاجم ويلي جونستون في فحص المنشطات ليحزم حقائبه بعد استبعاده ويعود إلى بلاده، رغم تصريحه الذي قال فيه: كنت في أفضل مستوى لي في حياتي ولم أكن في حاجة لمنشط صناعي. Sick. Could you just leave me alone, please? انطلقت الجولة الثانية بمباراة إيطاليا وهنغاريا في مار ديل بلاتا، الفرصة مواتية للأزوري لضمان المرور إلى الدور الثاني في ظل النقص الهنغاري.
إيطاليا تقترب من الدور الثاني وقد يحسم الأمر في حالة عدم فوز فرنسا على الأرجنتين في مباراة المساء، لكن علينا الذهاب لروزاريو لمشاهدة مباراة تونس وبولندا. نسور قرطاج يريدون الوصول إلى الدور الثاني وبولندا تبحث عن الانتصار الأول. لم يجد الحكم السوري فاروق بوضو أي معاناة في مواجهة كوردوبا بعد الاكتساح الألماني للمكسيك بسداسية، أعلن فيها حامل اللقب عن وجوده في البطولة بعد التعادل في الافتتاح. وفي المواجهة الأخيرة هذا اليوم على ملعب المونيمنتال ضمان التأهل لأصحاب الأرض أو الفرصة الأخيرة لفرنسا. From DDIC.
في مواجهة مار ديل بلاتا الفريقين مطالبين بالانتصار. في نفس التوقيت حسمت النمسا البطاقة الأولى وصعدت إلى ربع النهائي بعد الانتصار بهدف وحيد على السويد في بوينس آيرس. في مندوزا مساء انتهت مواجهة هولندا والبيرو سلبيا. في كوردوبا الاسكتلنديين يرون أن في مقدورهم العودة رغم نكسة البداية وتحقيق الانتصار على إيران. استطاع اتحاد إذاعات الدول العربية من نقل مباريات كأس العالم لأول مرة. مواجهة مار ديل بلاتا بدأت بمشكلة تشابه الألوان بين الفريقين، مما اضطر المنتخب الفرنسي بارتداء زي الفريق المحلي نادي كيمبرلي في مباراة انتهت لصالح الفرنسيين الذين لم يرغبوا توديع المونديال دون انتصار.
في روزاريو أكدت بولندا على تأهلها بعد انتصارها على المكسيك التي تذيرت المجموعة بدون أي نقطة. في نفس التوقيت تجري في كوردوبا مباراة المال الغربية التي تلعب بفرصتين، وتونس التي ليس أمامها سوى الانتصار للعبور إلى الدور الثاني. ما نعرفش علاش الفريق القومي التونسي في الثلاث دقائق الأخيرة وقف يتفرج، وطبعا كان عليه باش يلعب الهجوم، خاصة وأنه ما عادش عنده حد شيء في هذه المقابلة. المواجهة الأخيرة كانت لتحديد المتصدر بين الأرجنتين وإيطاليا في المجموعة الأولى. Bandierina Causio, Bettega. Ha tirato Kempes e il posto del calcio d'angolo. E parate di Toffi sul colpo di testa di Toffi. Lunghissimo il gioco di Tarantini. Colpo di testa di Gentile, di Cucurella all'indietro. E certo, al centro della nostra area di rigore. Tiro di Antonioni, fuori. Bettega, Rossi, Bettega, Bettega, Bettega e gol. Ha segnato Bettega. Causio, ottimo lavoro di Causio, colpo di testa. Ed ecco il fischio finale. 1-0 nella partita a Buenos Aires dell'Italia contro l'Argentina. في وداعية مدينة مار ديل بلاتا البرازيل تبحث عن انتصار الأول للعبور إلى الدور الثاني. بالمقابل النمسا تريد الحفاظ على صدارة الترتيب لأنها قد حسمت تأهلها قبل هذه المواجهة. Roberto, y yo.
في المواجهة الأخرى التي كانت تجري بنفس التوقيت فازت إسبانيا على السويد على أمل أن البرازيل تتعثر أمام النمسا، لكن ذلك لم يحدث لتغادر البطولة مبكرا وتبدأ الإعداد للنسخة القادمة التي ستكون على أرضها. في مواجهة المساء البيرو برباعية تؤكد تواجدها في المرحلة التالية. وفي نفس التوقيت في مندوزا اسكتلندا مطالبة بالانتصار بفارق 3 أهداف على فريق مرشح للمنافسة على لقب منتخب هولندا. What a good tackle that was. And a penalty given, it wasn't good enough, and this disaster for Scotland. Kennedy looks as if he made contact with the ball. 1-0, rough guess right, but couldn't get there. Jordan, and Ed Dudley, and it's Dudley! Just the boost Scotland needed before half-time. Scotland go out of the World Cup, but today they've really played as a team. كما حدث في النسخة السابقة سيكون نظام الدور الثاني عبارة عن مجموعتين، في كل مجموعة 4 فرق يتأهل منها المتصدر إلى النهائي وأصحاب المركز الثاني إلى مباراة المركز الثالث. ضمت الأولى إيطاليا وألمانيا الغربية والنمسا وهولندا وتلعب مبارياتها في كوردوبا وبوينس آيرس، وضمت الثانية الأرجنتين وبولندا والبرازيل والبيرو وتلعب مبارياتها في روزاريو ومندوزا. في مواجهة كوردوبا أظهرت هولندا بعض من الذي كان في النسخة السابقة.
المواجهة الثانية في نفس المجموعة وبنفس التوقيت على ملعب المونيمنتال بين إيطاليا وألمانيا الغربية. في مندوز البرازيل سارت على نهج هولندا وأظهرت وجهاً آخر، والضحية منتخب البيرو الذي كان متألقاً في الدور الأول. في روزاريو دعم جماهيري لمنتخب الأرجنتين للثائر من بولندا بعد الخسارة منها في النسخة السابقة. Deina llegaba Vakulevic, el remate, palo. Hubo mano. Deina, Filiol. Diles. Acompaña Kempes ahí. Atención, Kempes. ¡Gol! Mario Kempes. Bienvenidos, sean todos. Mi corazoncito, bum bum bum, cuando veo a Mundialito, bum bum bum, es la hora de gritar, bum bum bum, Argentina va a ganar. في المباراة الأولى في مندوزا خطفت بولندا الفوز في شوط المباراة الثاني لتبقى على أمالها في البطولة، والبيرو تفقد حتى فرصة الوصول إلى مباراة المركز الثالث. وإيطاليا تحقق فوز ثمين على النمسا بهدف باولو روسي.
والمواجهة التي جرت بنفس التوقيت في كوردوبا كانت تكرارا لنهائي النسخة السابقة بين ألمانيا الغربية وهولندا. الجميع في انتظار مواجهة روزاريو وهي الأخيرة لهذا اليوم بين الأرجنتين والبرازيل. المباراة كانت سلبية وخلت من الأهداف، لكن لم تخلو من الألعاب الخشنة حتى أطلق عليها معركة روزاريو. في اليوم الأخير من الدور الثاني والحاسم دخلت ألمانيا مواجهتها مع النمسا وهي تبحث عن انتصار كبير في انتظار أن تكون نتيجة المواجهة الثانية التعادل لتصل إلى النهائي أو على الأقل تضمن تواجدها في مباراة المركز الثالث. لكن ما حدث أن النقاط المباراة ذهبت للنمسا بعد فوزها 3-2 لتأخذ حامل اللقب معها خارج البطولة. أما في مواجهة المونيمنتال ليس أمام إيطاليا سوى الانتصار، في المقابل هولندا يكفيها التعادل لتصل إلى النهائي مجددا. Alle Italianen terug. Rossi kopt. Wim Jansen kopt. Komt het schot van
البرازيل أمام مهمة توسيع فارق الأهداف مع الأرجنتين في مواجهتها ضد بولندا. المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين في النسخة الماضية كانت لصالح بولندا. بعد هذه النتيجة أصبحت الأرجنتين مطالبة بالفوز بفارق 4 أهداف في مواجهة البيرو. Primeira partida já, e a gente percebe que há alguma coisa por trás. Realmente pela maneira como encaminharam, né? Como foi feita as coisas, como o Peru perdeu uma partida que inexplicável, como vinha jogando. Pode até perder, está sujeito, então, mas foi uma coisa muito, muito esquisita, muito diferente. Então foi uma Copa que não teve muito, muito sentido para mim. Me parece una infamia que alguien pueda decir que un jugador de fútbol profesional en un mundial escapar de entrar en estas cosas me parece cruel, no, sencillamente cruel. أكثر ما كان ملاحظا في هذه البطولة هو كثرة التسديدات التي ارتطمت في قوائم المرمى الثلاث. في مباراة المركز الثالث فازت البرازيل على إيطاليا بهدفين جميلين، خصوصا الذي سجله نيلينيو. استطاع النمساوي أرنست هابر رغم الشكوك من قيادة المنتخب الهولندي إلى المباراة النهائية، وهو الذي يفتقد إلى بعض اللاعبين الذين حققوا الوصافة في النسخة الماضية، وعلى رأسهم يوهان كرويف.
يوم 25 من يونيو على ملعب المونيمنتال في العاصمة بوينس آيرس، مواجهة النهائي بين الأرجنتين وهولندا. تأخر انطلاق المباراة 8 دقائق بسبب اعتراض القائد الأرجنتيني باسريلا على جبيرة من الجبس التي كانت في يد الهولندي رينيه فان دير كيركوف، ولم تبدأ حتى تم استبدالها بأخرى من البلاستيك. إلى كمبي صلينا تحت الجول جول أرجنتينا جول أرضية توصل إلى لاعب يمين هذا كركوف